غريب جدا. ليه؟ لأنه محدش ندر ندر زي كده قبل كده في الكتاب، وده ما يمشيش خالص مع الشريعة اليهودية، لأن ما عندناش ذبائح بشرية. في الغالب يفتح لأن رجل في الأول كان قاطع طريق ومختلط بالوثنيين. الوثنيين ما كانش عندهم مشكلة في أنهم يقدموا ذبائح بشرية، يعني يصعد يجيب بني آدم ويحرقه للإله كموش ولا بعل ولا أي إله من دول. فهو استعجل يفتاح وتكلم بلغة غير روحية، قال له: يا رب لو نصرتني أول واحد يطلع يستقبلني وأنا راجع كده بالسلامة من الحرب هقدمه لك محرق. طب وهو ده مش بني آدم، وهو ربنا بيقبل ذبائح بشرية؟ ده ربنا يتحنن على البشر. ولما طلب إسحاق ابن أبونا إبراهيم منع أبونا إبراهيم يكمل الشغلة لأنه كان امتحان إيمان. ففكرة الذبيحة البشرية دي مش فكرة روحية، إنما كون الله له كل المجد قدم ابنه ذبيحة وكفار عننا كلنا، دي ما طلبهاش مننا، دي عملها هو الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ فكان الندر ده غلط، وفي ناس بتندر ندور غلط. يعني مثلا يندر حاجة ما يملكهاش، طب ليه تندر؟ ألا تندر خير من أن تندر ولا تفي. هو ربنا صغير عشان تتفق معاه على اتفاق وما تعملوش؟ وبعدين تتفق اتفاق يكون يرضي ربنا مش ضد ربنا. الخارج الذي يخرج يكون للرب وأصعده محرق عند رجوعي بالسلام. ثم عبر يفتح إلى بني عمون لمحاربته فدفعهم الرب ليده. ملخص الحرب: دفعهم الرب ليده. تعبير جميل في الكتاب، لأنه الحرب للرب، يعني أيا كانت المشاكل والهموم والتحديات لما الواحد يسلمها لربنا، ربنا يدفعها ليد أولاده، يقول لا خليها في إيدك أنت، لأن ربنا هو ضابط الكل. فضربهم من عروعير إلى مجيئك إلى منيت 20 مدينة وإلى آبل الكروم ضربة عظيمة جدا، فذل بني عمون أمام بني إسرائيل. خلصت الحرب وانتصار ساحق، و20 مدينة خدوها، وتذل بني عمون بالرغم من عددهم الفظيع قدام يفتح الجلعات. ثم أتى يفتح إلى المصفى، رجع بقى للمطرح اللي اجتمع باليهود أول مرة عشان يشجعهم ويطلعوا الحرب. إلى بيته وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص، وهي وحيدة ولم يكن له ابن ولا ابن غيره. وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا ابنتي قد أحزنتيني حزنا وصرت بين مكدريا لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. الحكاية اتقلبت قدر. ليه؟ لأنه الندر الغلط اللي قاله ده كانت أول واحدة تطلع له بنته، وبنته دي وحيدة وشابة وطالعة فرحانة بأبوها المنتصر ومش على بالها الندر اللي قاله. وطبعا هو شافها من هنا وقال: أنا مش هرجع في كلامي، والحكاية قلبت غم. ده يورينا أن الواحد لما يتكلم مع ربنا لازم يحسب الكلام، وما يندرش حاجة هو مش قدها، وما يندرش حاجة تخص حد غيره. لما تندر حاجة بتاعتك، لكن تندر شخص آخر مهما كان أنت مالكش سلطان عليه. فقالت له: يا أبي هل فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. البنت دي كان قلبها حلو وقالت له: بدل اتفقت مع ربنا اعمل اللي قلته، لأن ربنا استجاب لك بعد ما ندرت، فما ينفعش نرجع في الكلام. وهنا قد يختلف البعض ويقول: طب كان يرجع في كلامه ولا ما يرجعش؟ أظن كان ممكن يرجع في كلامه ويتوب عن الندر، لأنه ندر خطأ من الأول. لكن لأن ما فيش وعي روحي في الوقت ده، يعني خسر خسارة كبيرة قوي، وقدمت هذه البنت كذبيحة زي ما هنشوف. وهنا بقى يجي الحل والربط في العهد الجديد، اللي ممكن الإنسان يبقى غلط في كلمة وياخد بيها حل، لكن طبعا بحساب شديد، لأنه ربنا كبير ما ينفعش الواحد يتفق معه ويرجع في كلامه. قالت له: ثم قالت لأبيها: فليفعل لي هذا الأمر، اتركني 2 شهر فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي.
يعني اديني فرصة شهرين كده، يعني اقعدهم في الجبل زي تقدم حياتها ذبيحة لربنا بالصلاة، يمكن بنت حلوة قوي متدينة وعرويتها يعني بتوليتها يعني كإنسانة ما ارتبطتش، هتقدم نفسها ذبيحة لله. فقال اذهبي، وأرسلها إلى شهرين، فذابت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال، وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها ندر. من زاوية الالتزام بالندر فضيلة، خطأ شيء محزن وغلط، لكن إلى هذه الدرجة يجب الالتزام بالندر، فدي برضو فيها حاجة رسالة لنا كلنا أن الواحد ما يندرش كلام يتراجع عنه أبدا. وهي لم تعرف رجلا، فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة ليحن بنت يفتح الجلعادي 4 أيام في السنة. بقى كده يعني زي عرف عندهم كل سنة يطلعوا في جلعاد يبكوا 4 أيام على البنت اللي راحت، فدا الشعب وفدا الحرب بتاعت يفتح الجلعادي. واجتمع رجال إفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتاح، لماذا عبرت لمحاربة بني عمون ولم تدعونا للذهاب معك؟ لو تفتكروا بتوع إفرايم دول عملوا الحركة دي قبل كده، وهم بتوع كلام الحقيقة، عملوها مع جدعون. بعد ما خلص الجولة الصعبة رجعوا يقولوا له أنت طلعت تحارب من غيرنا ليه؟ هم يتفرجوا في الأول، ولما يلاقوا الحكاية خلصت وانتصر يبتدي يقولوا له انت ما خدتناش معاك ليه، عشان يتمتعوا بمكاسب الحرب. نفس الحركة رجعوا يعملوها تاني مع يفتح الجلعادي. جدعون كان متواضع وحكيم، والمرة اللي فاتت امتص غضبهم وقال لهم يعني انا غلبان وانتوا كبار عليا وانتوا عملتوا اللي انا ما قدرتش اعمله من قطاف ابي عزر، فانتوا يعني اكبر مني، هي اروح فيكم فين؟ وهداهم. انما هنا يفتح بقى ايه، خدها كده على كرامته واتغاظ، انتوا جايين دلوقتي تقولوا لي ما قلتلناش ليه، كنتوا فين لما انا حاربت وغمرت؟ لم تدعونا للذهاب معك، نحرق بيتك عليك بنار. دول بتوع افرايم دول. فقال لهم يفتاح صاحب خصام شديد، كنت انا وشعبي مع بني عمون، ده كان بيننا وبين بني عمون وقعه كبيره قوي، فلم تخلص ناديتكم فلم تخلصوني من يدهم. أتاري هو بعت لهم في الأول وقال لهم ما تيجي تساعدوني وما حدش سأل. ولما رأيت أنكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت إلى بني عمون فدفعهم الرب ليدي، فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربة؟ بصراحة معها حق. قال لهم يعني أنا في الأول دعيتكم قلتم الناس دعوا، لأنهم فئة مختلفة شوية، دلوقتي جايين تحاسبوني وتقولوا انت طلعت تحارب لوحدك ليه؟ مش انت احنا مع بعض شعب واحد شعب اسرائيل؟ انا مش عارف انتوا بتتكلموا في ايه، ده انا حطيت حياتي في ايدي، لانه طبعا في مغامره في الحرب ان الواحد ممكن يخسر عمره. وجمع يفتح كل رجال جلعاد وحارب افرايم. هنا تلاحظوا بقى ايه، الشيطان الكرامه يوقع الناس الكويسة في بعض، أو يوقع أهل البيت الواحد في بعض. طب قبل كده كنت بتحارب وسنين بني عمون، دلوقتي إفرايم دول إخواتك، إفرايم ومنهسة دول إخوات، دول كلهم من أصل واحد يوسف، وجلعاد دي المنطقة المشتركة اللي بينهم أو قريبة عليهم كلهم. لكن الكرامة بتوقع الإخوات في بعض، ناس تحب بعض وتعيش مع بعض وتيجي الكرامة تدخل، ومين بقى اللي له حق أكتر من التاني، وتلاقوا جمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب إفرايم. فضرب رجال جلعاد إفرايم لأنهم قالوا أنتم منفلتوا إفرايم. جلعاد بين إفرايم ومنسة، فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن لإفرايم، وكان إذ قال منفلت إفرايم دعوني أعبر، كان رجال جلعاد يقولون له أأنت إفرايمي؟ فإن قال لا. هنا بقى تلاحظوا اللكنة اللي بين البلاد، يعني جلعاد دي منطقة بين منسة وإفرايم، لكن في اللغة في اللكنة في كده حروف تظهر الإنسان أصله إفرايمي ولا أصله جلعادي، طبعا لأن دلوقتي ممكن يدخلوا في بعض، فعملوا حركة كده الجماعة بتوع جلعاد بتوع يفتاح،
بقوا لما يستلقط واحد معدي يقولوا له انت فرايمي؟ يقول لهم لا لا لا، ما هو خايف يموتوه. فيقولوا له ايه؟ كان يقول سبولث، فيقول سبولث، يعني ما عرفش ينطق السين يقولها سين، لانه طبعا في ناس فعلا ما تعرفش تقول الشين في بعض الشعوب، فاول ما يقول السين يعرفوا انه فرايمي، مع انه قايل انا مش فرايمي عشان ينجو بنفسه، لكن يقولوا له طب قول الكلمه الفلانيه، يجي يقولها وهو مش واخد في باله، فيعرفوا على طول من لكنته انه من الاعداء، لان دلوقتي هما قرايب في بعض. عارفين لما اتقال في العهد الجديد لغتك تظهرك؟ طبعا احنا مش مهم عندنا الشين ولا السين دلوقتي، لكن لغتك تظهرك. لو انت ابن ربنا هيبقى في كلام ينفع تقوله وكلام ما ينفعش تقوله، وهيبان عليك لسان اولاد الله واخلاق اولاد ربنا. وفي ناس لغتها تظهرها انها ملهاش في ربنا كتير. فيقول سبولس ولم يتحفظ لللفظ بحق، فكانوا يأخذون اليهود في بعض دلوقتي بيموتوا بعض. فسقط في ذلك الوقت من إفرايم 42,000. بس هنا بقى الكرامة بتاعت إفرايم هم السبب، لما قعدوا يدعوا يقولوا انتوا ما طلبتوناش ليه للحرب، احنا لازم ناخد حقنا منكم، وحاجات ملهاش معنى، مشاكل تطلع كده بدون اي معنى. وقضى يفتاح لإسرائيل 6 سنين، ومات يفتاح الجلعادي ودفن في احدى مدن جلعاد. قصة يفتاح الجلعادي طبعا فيها جانب حلو، انه يعني اتكل على ربنا وروح ربنا ساعده ودخل المعركة، وفيها جانب ايماني انه نذر لربنا نذر، يعني في محمول على ايمان، يا رب لو نصرتني اذا هو متكل على ربنا. لكن في جوانب اخرى برضو غير مناسبة ليفتاح، او غير مناسبة لرجل الله، انه يندر فكرة غلط زي يذبح اول انسان يقابله مع ولاد عمه ولاد افرايم، او انه يبقى عنده رغبه ملحه انه يتسلط بعد الحرب على الناس. اذا في حياه كل قاضي، في سفر القضاه بالذات، نجد ان القاده دول او القضاه ما هماش يعني ناس ما فهمش اخطاء، بالعكس اخطائهم واضح. جدعون في اخطاء واضحه، ابي مالك في اخطاء كتيره قوي، هنا يفتاح مليان اخطاء، لسه هنشوف شمشون واخطائه الكتيره قوي. في الزمن ده كانت اليهود اسوأ ما يمكن، واخلاقهم صعبه قوي، ورافضين ربنا ويميلوا للوثنيه والاباحيه، فحتى اللي يشتغلوا مع ربنا منهم كانت يعني مش احسن حاجه. ومع هذا الكتاب ساب لنا القصص دي عشان نشوف ان ربنا ممكن يشتغل بالضعيف ويطهره، لكن لا يعصمه من الخطأ. خلونا نتعلم من حاجاتهم الحلوة ونتفادى أخطائهم الكثيرة، ونكمل حديثنا على شخصيات سفر القضاة في المرات القادمة. ونفكركم أنه البرنامج له ميل خاص به، نحب نستلقى أسئلتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاءات قادمة من برنامج فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.